شفتوا الشاشة اللي نحني دقيقة لأقول فقط في جملة أو جملتين أنا سعيد بالفعل حقيقة شاركتموني وذكرتموني الشركة حين استقبلني الأستاذ الحافي القديم منذ ثلاثة أو أربعة أشهر قال لي كما جاء في شهادتي لقد ذكرتني بالأشياء الحقيقة أنه هو الذي ذكرني بالأشياء كثيرة ذكرني بذلك اليوم فعلي الذي زرته وحاولت أن أعرضه بدراساتي حول مشروع كسر الاحتكار الأجنبي الاحتكار الاستعماري في منح الصحافة الوطنية إمكانية التوسع والانتشار إمكانية أن نعتبر أن المغرب واحد من شماله إلى آخر نقطة في الصحراء وأن لا نعتبر المغرب المفيد المغرب غير المفيد المغرب الذي توجد في الصحراء والمغرب الآخر. المهم كان ذلك المشروع وزرت الأستاذ الحق القبلي قبل أيام قليلة قبل أسبوعين ثلاثة أيام قبل وفاته سلمته نسخة الكتاب شاءت الظروف أن ينهي خبر رحيله إلى الدار التي سنن إليها جميعا. وددت فقط أن أعبر لكم كذلك عن كل ما أشعر به في حاولت أن أكتبه في الكتاب. ربما إذا كنا سنناقش لماذا الشغف ولماذا الإرادة الأساتذة اللي بدون الشغف لن تكون هناك إرادة ودين يكون هذا لن تكون متكاملة إذا لم يكن هناك الشغف إذا كان الشغف كافي أنا فكل واحد من المراحل التي قطعتها في حياتي لأن في هذا الكتاب أجمل مغامرة هي مغامرة طرس هي مغامرة عمر مغامرة سبقت أربعة عقود مغامرة معنا سيدي الله يكرم الخامس سي محمد يازي سي عبد الواحد السوري وجد معنا كان بيني وسيدي أتذكر أن كان احتضنني مدير الصحافة الوطنية كان سي محمد يازي وكان عمر بجيل آنذاك وكان مصطفى الخشاوي وآخرون وكان سي محمد الله وكان سي محمد الإدريسي وكان خالد جميل أتذكر بسبعيته وكل فريق الذي كان من كلهم اجتمعوا اتفقوا في تلك الظروف الصعبة في مرحلة استثنائية كانت حقيقة تجتازها بيدنا على أن نجي بالشجاعة التي معروفة على سي محمد الجازي والجرأة التي كانت ضرورية آنذاك لأن نعمل طبعا كان قرارا سياسيا وكان قرارا لا يخلو منه زين المغامرات. أتذكر اليوم كما جاء في تقرير الحافي القديم أن تلك الظروف لم تكن مواتية وكانت صعبة ولكن أتذكر كان يقول لي دائما شيئا ما قال عند الفاسد كل صعب من الشباب يهم هكذا همة الرجال تكون كان هذا المبدأ الذي كنا نستعمل فيه ونحن شباب في منظمات شبابية كشتياء المتخلين إلى عائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة أنتم عائلتي الكبيرة شكرا لكم اليوم نحن في ضيافة شخصية استثنائية هي اسم محمد عبد الرحمن برادة ليس للاحتفاء فقط ولكن لتقديم كتاب بعنوان مثير جميل جذاب وشغف وإرادة يأبس محمد برادة كما فعل طوال حياته إلا أن يضع في كل مرة لبنة في بنيان هذه الصحافة المغربية الشامخة واليوم هو فعل ما لم يفعله أعتقد إلا صحفيون معدودون على رؤوس الأصابع هو أنه أرخى
من وجهة نظره لتاريخ عمله في هذه الصحافة. وإذا أردنا اليوم أن نقرأ تاريخ الصحافة المغربية الحديث فلن نجد المراجع، تكون أحيانا شهادات الأشخاص ملكا لهم ونفقدها بفقدانهم. وللأسف أننا فقدنا الكثير من الأقلام الشامخة في الصحافة المغربية دون أن يتركوا لنا شهاداتهم على هذا التاريخ، وهذا ما يفعله السي محمد. إضافة إلى هذا، نحن مع الكتاب نحتفي بقامة كبيرة. يكفي أن أقول أنه لا يمكن أن تجد صحفيا أو صحيفة أو إعلاما لمدة 40 سنة في المغرب إلا وفيه شيء من السي محمد برادة، أطال الله عمره وشكرا له على هذه المبادرة. الذي أنا شاهد أنه وكبه السي محمد كما وكب كل الذين توفوا، وما اقتنعوا هذه السنة كانت سنة فقد كثير من الأصدقاء والأسماء الكبيرة، سعد الله السي خليل السي ستوكي السلام عليكم. قال صادقا السي محمد سعدات اللي مات قبل من السي محمد برادة، لأن اللي مات قبل من السي محمد برادة ما يمكنش يطلق إلقاء اللي تهلا فيه. لهذا السبب تجدني متشرفا أن أتحدث عن السي محمد برادة. الشرف الثاني لي أن هناك مئات من الزملاء، ولكن كي تظفر بينهم بصديق فهذا أمر صعب، وأنا اليوم أدعي أن السي محمد برادة صديق لي، إذا أكد ذلك بطبيعة الحال. طبعا لم يكن هذا يتأتى لولا تضافر جهود ناشر الصحف الوطني آنذاك، سي عمر بن جلون ومحمد اليازغي ومصطفى القرشاوي من الاتحاد الشراكي، أستاذ غلاب، أستاذ عبد الحافظ القادري من لوبينيون، أستاذ علي عتا وآخرون الذين وضعوا ثقتهم، وبعد أن قدمت لهم دراسة ووافقوا عليها وجاءت تأسيس سابريس في 77، والحمد لله أعطت نتائج، أصبحت كبيرة، أصبحت صحف متوفرة في كل مكان، بعد أن اخترنا كشعار لنا جريدة لكل مواطن، وكانت هنالك مغامرة في حياتي أخرى نتكلم فيها فيما بعد. شكرا. قرارات تأسيس سابريس سنة 77 كانت من طرف الصحافة الوطنية، كان أولا قرارا شجاعا، لكنه كان قرارا ضروري شجاعا، لأنه لا تخفى عليكم أنه في سنة 77 كانت معركة حرية الأعراب وحرية النشر كانت لا زالت مستمرة، و بطبيعة الحال كان قرارا ضروريا، لأنه في بلادنا كنا في حاجة أن تصل الصحافة الوطنية إلى كل مناطق المغرب وإلى كل قرى، وأن تخرج من قرائها الموجودين شمالا وجنوبا شرقا وغربا. بالطبع هذا القرار كان شيء ما قرار مهم، أنه دخل سابريس ميدانا صعبا خصوصا بالنسبة لبلد نامي كالمغرب، وبالتالي فهذه المغامرة نرى اليوم أنها كان قرارا حكيما، ولا شك أن المؤرخين